مش انجلترا انت. طيب بيقولوا اختيارك لعواد، استبعادك لعواد قصدي، واختيارك لشريف إكرامي كان مجاملة للكابتن إكرامي، خاصة أنه هاجمك أكثر من مرة، مارس عليك يعني الضغط. الضغط بهذا الشكل، فأنت يعني خدت شريف إكرامي معاك واستبعدت واحدا من أهم الحراس في الفترة الأخيرة وهو عواد. طبعا انا معك جدا ان عواد عمل موسمين رائعين جدا مع نادي الاسماعيلي، ودخل معايا المعسكر الاخير في ايطاليا، و كان شريف اخر مباراه دوليه ضد غانا كان هو لاعب وكان من نجوم المباراه. شريف عنده حوالي 42 مباراه دوليه وعنده الثبات الانفعالي المناسب لهذه المباريات الكبيره. عواد انا عايز الاقي عندي فسحه ووقت ان انا ادي له مباريات، اديته مباريات اليونان ما ساعدتوش بشكل كافي، كانت الارض مبتله وخروجه من المرمى كان فيه صعوبه، ف يعني حتى ما اطمنتش انه معنويا ارتفع من خلال هذه المباراه، خد بال حضرتك. فطبعا اما جيت احسب حساباتي فانا عندي واحد عنده 42 مباراه دوليه، واخر مباراه دوليه رسميه لمصر لعبها وكان من اهم نجومها. بس ما بيلعبش يا كابتن. لا في الفتره الاخيره بدا يلعب بعد ما النادي الاهلي خلص الدوري، وده طبعا يعني برضو في جزء عليه بس يعني. عند الجميع احساس انك ظلمت عواد. يعني انا مش هقدر احرم الناس من الاحساس ده، ولكن انا حسبت بحسابات مدرب مش بحسابات مشجع، فحسبت الحسابات دي انه انا محتاج حراس هيقولوا لي ان الشناوي ما عندوش خبرات دوليه، ولكني انا حطيته في معتركات اداني مؤشرات جيده جدا على ثبات الشخصيه. طب هنا الاختيارات الجديده تتم ازاي اذا كان انا حاطط في دماغي هاخد نفس الاشخاص؟ طب انا بعمل ليه مباراه ودي يعني هنا يعني لا كوبر اختار جديد ولا انت اخترت جديد؟ لا بالعكس، احنا خدنا محمد الشناوي ده اول مباراه دوليه ليه. بس محمد الشناوي انا بختاره من هو في بتروجيت من ايام كان بيخش فيه 40 جون في الدوري، وبرضه كنت ببقى منتقد ازاي ده جون شوربه ده جون. في هنا حساب القدرات يا استاذ وائل، قدرات تعمل حساب القدرات وحساب حسابات كتيره جدا. انت وانت بتفكر انت عمرك ما هتظلم، هتظلم يعني انت عايز تخسر؟ لا مفيش يعني ما فيش حد يعني عايز يخسر. عايز تختار احسن العناصر جايز انت بتقول من وجهة نظرك الحارس الثالث ده اللي هو التعبير اللي انا قلت لك فوق البيعه، لا فايه المانع عشان ما ازعلش الكابتن اكرام اما اخد شريف لا علشان لا لا ما لا. انا قلت لك جاوبتك قلت لك ان الحارس الثالث عندي اهم من الحارس الاول، لانه تجربه شخصيه ليا انا شخصيا كلاعب مش كمدرب في لوس انجلوس 84 انا كنت الحارس الثالث، وكان مسافر الكابتن اكرامي والكابتن عادل مأمور. فجأة الكابتن اكرامي اتعور وانا كنت في اجازة، جيت من الاجازة رحت سافرت امريكا ولعبت، فعندي خبرات متراكمة ازاي اتصرف، ازاي اكون صاحب مسؤولية ومتحمل مسؤولية، وازاي اخد قرار. وانا